السلام عليكم، مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفهام عام. لن تحتاج بعد اليوم للمواقع من أجل تحميل الصور الخاصة بك. اليوم إن شاء الله سأريكم طريقة تحميل الصور بالاعتماد على جوجل فقط دون الحاجة لأي موقع آخر. سأريكم الطريقة الصحيحة لتحميل الصور وإزالة حقوق الملكية عليها. فقط عليكم التركيز على جوجل ثم الخطوات التي سوف أقوم بشرحها لكم في الفيديو. لكن إخواني قبل البداية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال، وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك القناة فلا تنسى الإشتراك وتفعيل الجرس، فهناك فيديوهات قادمة حصرية سوف تجدونها على قناتكم استفهاما. كما تعلمون إخواني أنا أشتغل في أمازون KDP، والآن أريد أخذ بعض الصور لإنشاء كتاب التلوين الخاص بي. وحتى أنت أخي إن كنت تريد صور للبلوجر الخاص بك أو الموقع الخاص بك، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات التي سأشرحها الآن. الآن أذهب إلى جوجل. بالنسبة لي سوف أقوم بكتابة coloring page for kids. ثم أقوم بالبحث. إذن هناك العديد من الصور تظهر لي. أقوم بالذهاب إلى هذا الاختيار لتظهر لي الصور فقط. ثم بعدها إخواني قبل أن تقوم بتحميل أي صور دائما ابتعدوا عن الصور المشهورة كالصور الخاصة بالرسوم المتحركة. الآن مثلا أنا سوف أختار هذه الصورة مثلا. وركزوا معي إخواني، دائما حاولوا أن تأخذوا الصور الأكثر وضوح حتى لا تفقد جودتها عند التعديل عليها. أقوم بتحميلها هنا. بعد ذلك أقوم بالعودة إلى الملف الخاص بي. الصورة التي قمت بتحميلها هي هذه. إذن أول شيء إخواني سوف أقوم به هو أقوم بالضغط بالزر الأيمن على الصورة، ثم أقوم بالنزول إلى Propriété، ثم Detail، ثم هنا أقوم بالضغط على هذا الاختيار. أختار هذا الاختيار ثم بعدها أوكي. أوكي، إذا الآن قمت بمسح البيانات الخاصة بالصورة، ثم بعدها أقوم بسحبها إلى الفوتوشوب، وأقوم الآن كذلك بإزالة الخلفية التي في الصورة بالضغط على هذه الأيقونة هكذا. إذن الصورة بدون خلفية. أقوم بالذهاب إلى فايل، ثم أقوم بالنزول إلى إكسبورت، ثم سيف فور ويب. بهذه الطريقة أقوم كذلك هنا بالضغط على هذه الخانة وأختار نو، بعدها سيف، ثم هما image only، ثم أقوم بتسمية الصورة. مثلا سوف أسميها ثم هنا قمت بحفظها. أذهب إلى الملف الخاص بي. الصورة هي هذه. إذن سأتخلص من هذه الصورة. بعدها أقوم بفتح ملف الباوربوينت الخاص بي وأقوم بسحب هذه الصورة. أقوم الآن بضبطها بهذا الشكل، ثم أقوم بقلب الصورة بهذا الشكل، ثم بعدها أأتي إلى هذه الأيقونات وأختار أي أيقونة تظهر لي مناسبة. فأنا سأختار مثلا الهلال، ثم نجمة، وأتي إلى هذه الخانة كذلك. أقوم بعمل دائرة بهذا الشكل، ثم بعدها أقوم بالضغط على الدائرة ثم كنترول ثم الهلال ثم النجمة، ثم أزيل يدي على كنترول وأضغط ضغطتان على الدائرة. بعدها تظهر لي هذه الخيارات. أقوم بالذهاب إلى الخيار الأول على اليسار بهذا الشكل. بعدها أقوم بضبط الخط ليكون مشابه لسمك الخط الذي رسم به الحيوان بهذا الشكل. ثم بعدها أقوم بالضغط بالزر الأيمن
على الصورة واختار Send to back بهذا الشكل. إذن هذه هي الصورة الخاصة بي، صورة جميلة وتبدو مغايرة على الصورة التي قمت بتحميلها. وهنا إخواني يمكنكم إضافة كذلك إطار، يمكنكم إضافة ورود، حشائش، أي شيء. أنا لا أريد أن أطيل الفيديو، أنا أعطيكم فقط طريقة وأنتم يمكنكم الإبداع وإنشاء صور خاصة بكم. والآن سأقوم كذلك بإنشاء صورة أخرى، فمثلا سأختار هذه الصورة. ولمن فاته الدرس السابق فطريقة تفريغ هذه الصورة من الألوان سهلة جدا في الباوربوينت. أقوم بالضغط ضغطتان ثم أذهب إلى Color ثم أختار هذا الاختيار، والصورة جاهزة الآن. أقوم بقلبها كذلك ثم بعدها أقوم بالذهاب إلى هذا الاختيار، أختار مرة أخرى هذه الكرة ثم ضغطتان كذلك وأذهب إلى الخيار الأول، ثم أقوم بالتعديل على سمك الكرة لتبدو بنفس سمك الطائر. ثم الآن أضغط بالزر الأيمن ثم Send to back كذلك بهذا الشكل. والآن أقوم بالعودة واختيار هذا الاختيار، حتى أكون صادقا معكم. فبالنسبة لهذه التعديلات فهي تكون سهلة جدا في إلستراتور وكذلك بالفوتوشوب، لكن لأني أعرف بأن العديد من الأصدقاء لا يجيدون هذه البرامج، كذلك هناك بعض الأصدقاء ليست لديهم حواسب لا يستطيعون استعمال هذه البرامج فيها، فأنا أقوم في الأغلب بالشرح عن طريق الباوربوينت حتى يصل الفيديو إلى عدد كبير من الأصدقاء. ثم بعد ضبط هذا الشكل أقوم بنسخه Ctrl C ثم Ctrl V، بعد أقوم بالنزول قليلا ثم أختار كذلك هذا الاختيار، أقوم بضبط السمك كذلك للآخر. إذن كما رأيتم إخواني كل شيء سهل، ما عليكم سوى البداية، فالبدايات هي التي تكون صعبة. أي مشكل إخواني واجهتموه أو تساؤل لديكم ما عليكم سوى وضعه في التعليقات الخاصة بهذا الفيديو وسوف أجيبكم أول بأول. وأي شخص يريد التواصل معي شخصيا ما عليه سوى مراسلتي في الجيميل الخاص بي استفهام@gmail.com وسوف أجيب الجميع إن شاء الله، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم إخواني. إذن إخوان لا تنسوا دعمنا بالضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو، وكذلك إن لم تكن مشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.